السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار. في هذا الفيديو غادي ندير معكم نموذج رقم 3 من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة الدورة الثانية مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، كنرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. مرحبا كذلك بالمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناه ودائما كيبارطاجيو وكيتفاعلوا مع القناه. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. اذا كما قلت لكم غادي نديروا اليوم النموذج رقم 3 من فروض المراقبه المستمره ماده النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس. عندي 4 ديال الانشطه كما دائما، 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط باللغه الفرنسيه، مفهوم؟ اذا الانشطه سهله جدا، يكفي ان تركزوا معي وساحاول شرح التمارين بتدرج وتدقيق. نبداو بالنشاط رقم 1، عليه واحد نقطه. اركب جمله مفيده باستعمال الكلمات التاليه. عندي 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 ديال الكلمات ما مرتبينش، غادي نحاول نرتبهم باش نحصل على واحد الجملة مفيدة، جملة صحيحة ومفيدة. إذا هنايا الجملة ستبدأ بالفعل طبيعة الحال. إذا أول كلمة غادي ندير يتغدى. إذا يتغدى ماذا؟ يتغدى جنين، يتغدى جنين، جنين الطيور، يتغدى جنين الطيور بعيدا 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 بعيدا. دونك هنا عن راتي مفروقة مع مخزون، عن أمه، عن أمه بمخزون، بمخزون عن أمه بمخزون البيضة، بمخزون البيض، مفهوم؟ إذا هنايا كانوا عندنا كاملين، تهد عن ومخزون مفروقين، صافي؟ مزيان، ندوزو للنشاط الثاني. النشاط الثاني عليه 3 ديال النقط، والمطلوب هو ملء الفراغات. إذا أملأ الفراغات بما يلي: ثمرة، إخسابا، حبات اللقاح، المدقة، المبيض، البذرة، والحشرات. إذا غنملأ الفراغات بهاد الكلمات هادو، نقدر نديرهم كاملين، نقدر بعض الكلمات ما نديرهمش، داكوغ؟ يعني ماشي كامل، ماشي جميع الكلمات غادي نديرهم. علاش؟ لأنه عندي 1 2 3 4 5 6 7 7 ديال الكلمات، ولكن عندي 1 2 3 4 5 فقط، عندي 5 ديال الفراغات، مفهوم؟ إذا حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى، إذا داك النضج ديال المبيض كيتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى ثمرة، تحوله إلى ثمرة، أنا استعملت ثمرة. اتحاد البويضة بحبة اللقاح، إذا داك البويضات ملي كيتحدوا بحبات اللقاح شنو كيتسمى؟ كيتسمى الإخصاب، صافي؟ يسمى إخصابا، صافي؟ يسمى إخصابا، أنا ضربت على إخصاب، وهو الذي يضمن نضج، شنو هو الذي يضمن النضج؟ هو الإخصاب، يعني ديك الاتحاد ديال البويضة بحبات ديال اللقاح اللي هو الإخصاب، كيضمن لنا النضج ديال البذرة، صافي؟ نضج البذرة. انا ضربت على ثمره واخصاب وعلى البذر، صافي. نقلوا شي حاجه من المئبر الى المدقه يوصف بالابر، شنو هما اللي كيتنقلوا من المئبر الى المدقه؟ هما حبات اللقاح، حبات اللقاح. دونك النقل ديال ديك حبات اللقاح من المئبر الى المدقه يوصف بالابر، انا ضربت على حبات اللقاح. الذي يتم بواسطه، داك النقل ديال حبات اللقاح من المئبر الى المدقه كيتم بواسطه ماذا؟ اما كيتم بواسطه الحشرات، بواسطه الرياح، اذا مجموعه من العوامل التي تساعد على نقل حبات اللقاح من المئبر الى المدقه. الذي يتم بواسطه ماذا؟ بواسطه الحشرات، بواسطة الحشرات والرياح عموما. نمر الآن إلى النشاط الثالث، عليه 4 ديال النقاط، تابعوا معايا دائما. نشاط رقم 3، عندي واحد الشكل هنا، عندي أسئلة. السؤال الأول، أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا إيش غادي ندير؟ غادي نجاوب على هذا السؤال، يعني غادي نملأ هاد الفراغات ديال هاد الزهرة هنايا باش بهاد الكلمات: حبات اللقاح، ورقة هويجية، وعاء، سويق، ورقة كأسية، مبيض، مدقة، وسدات. إذا نبداو أولا من الفوق، وحنا هو هادي، صافي، نبداو من الفوق، هادو هما اللي كتشوفوهم هنايا، هادو حبات اللقاح، صافي، حبات لقاح، حبات لقاح، هاهي مشات، هادو كيمشيو الأسدية. داكوغ، إذا سدات، سدات اللي هي مفرد أسدية، هادي كيمشيو للمدقة، صافي، هاد النقط هادو أولا هاد السهم كيمشي للمدقة، ناتي نضربو على مدقة، نضربو على سدات، ثم هاد اللي كيبينو لنا الورقة الصفراء يعني الملونة هي ورقة تويجية نسميها، ورقة تويجية،
صافي، ورقة توجيه كتمشي، هذه اللي هنا لداخل اللي كتسمى مبيضون، اللي كينتج البويضات مبيضون، كيمشي مبيض. هذه الخضراء اللي كنسميوها ورقة كأسية، ورقة كأسية. وهذا اللي لتحت كنسميوه وعاء، صافي، وعاء أو سواق إلى غير ذلك. صافي مزيان، كنكونو عمرنا هاد الزهرة بالكلمات ديالها، يعني بالمكونات ديالها، مكونات الزهرة. السؤال الثاني، أعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا هذا الرسم هذا نعطيه عنوان مناسب، إذا عنوان مناسب هو نكتبو أجزاء الزهرة، أجزاء الزهرة، مفهوم؟ عنوان الرسم هو أجزاء الزهرة. جيد. إذا ثلاثة، سؤال ثلاثة، أين يتجلى دور كل من السدات والمدقة في توالد النباتات؟ اش غادي نديرو؟ غادي نبينو الدور ديال السدات، ديال الأسدية يعني، وديال المدقة في توالد النباتات. إذا الدور يتجلى في أنهما، ذاك السدات والمدقة هما أهم عنصرين، يعني هما العنصرين الأساسيين في توالد النباتات. يعني نكتبو السدات، السدات تعطي حبات اللقاح، والمدقة تنتج البويضات. على مستوى المبيض ويحدث اتحاد البويضات بحبات اللقاح، يتحول المبيض إلى ثمرة بها بذور. صافي، دونك هذا هو الاستنتاج اللي ممكن نخرجوا به. صافي، نمر الآن إلى النشاط الموالي وهو اكتيفيتي 4. جيكريفغي اوفو دوفون شاك فراز. دونك عندي 4 ديال لي فراز، غادي نكتب سوا فغي صحيح ولا فو خطأ. دونك لا بروميير فراز، لو فوتوس دي زوفيبار سو ديفلوب دون لوف. جنين الحيوانات البيوضة كينمو في البيضة. هنا واش صحيح ولا خطأ؟ هنا صحيح، دونك نكتبو فغي صحيح، لأن الجنين ديال الحيوانات البيوضة كينمو في البيضة، ما كينموش في الرحم ديال الأم ديالو. لو كوردون أومبيليكال، يعني الحبل السري دي فيفيبار ديال الحيوانات الوالودة، ناسيغ با لي بوزوان دو فوتوس، يعني ما كيضمنش الاحتياجات ديال الجنين. هذه عبارة خاطئة. لماذا؟ لأنه ذاك الحبل السري هو الذي يربط ما بين الجنين وأمه، إذا كيضمن للجنين كل الاحتياجات ديالو من الغذاء وكذلك من الهواء. La troisième phrase, l'union d'un ovule avec un spermatozoïde s'appelle la fécondation. اتحاد بويضة مع حيوان منوي يسمى إخصاب. صحيح. هذه أين ما نقولوها هذه؟ يعني ملي كتلاقى واحد الحيوان المنوي كيتلاقى مع واحد البويضة كيعطينا إخصاب. العبارة الأخرية ولا la quatrième phrase, le pollen est nécessaire à la transformation de l'ovaire en fruit. Le pollen اللي هي حبات اللقاح ضرورية تحول مبيض إلى ثمرة. صافي، إلى ثمرة. صحيح صحيح. إذا داك اللي حبات اللقاح كي يمشيو لنا إلى المدقة ويلتقيو بالبويضات، كيتحول لنا عن طريق داك الشيء المبيض، كيتحول إلى ثمرة بها بذور. صافي، دونك هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. زيدوا دعموا القناة بالبارتاج وبلي لايك، شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش توصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.